قولوا لي وشنو الحاجات اللي تضربوا عليهم بوكو بلوس كي كنا صغار اللي تعطيني دائما طرحها على جنب حوايجها كانت قرا في لافا كانوا عندها بزاف حوايج وانا كنت نقرا في السيام ماما تشري لي الحوايج على لاش تاعي قلت لبسي قدك انا نو نحب نلبس حوايجها نحب نلبس حوايج الكبار ما كبيره هي في لافا وانا في ليسي ندخلهم بزاف بزاف هكا تعرف ندخلهم واش كنت ندير في لاشامبر نلبس حوايجي العاديين اللي ما فاتشيهم لي ماما باش نقرا بهم نحكم حوايجها نديرهم في ساكادو ونخرج في الساحه ولا في شومره ماما ولا في الصالون نلبسهم ونخرج نجري تشوفني تجري ورايا برا صراحه احكي لي على حسب ما يتهداي صارت لك حاجه احكي لي ما تعطي لي شي انا شو تري مانياك حوايجي مستفين خزانتي تشوفي جهتي مطويه بيان كوم الفو فراشي مخمل جهتها همجيه انا فوضى نو دوك فوضى انا دوك نفهمك حاجه بور لو مومون عندي دريسينغ يتعلقوا برك الحوايج ماشي من فات طوي ومشي انا نديرها ماما باسكو ما عنديش وقت نكتب عليك ما ديرش ما ديرش شوفي قولي فنيانه انه ما فيها والو الانسان يكون فنيان ويتطور الاعتراف هي تخدم هي تخدم تخرج على 4 عندها الوقت حدا راه تخمل دير انا ندخل انا نهضروا بكري انا سؤالها بكري بكري كي كنا صغار مازوزيه جو في ريان مازوزيه قبل ما يزيدوا 4 مراك انا مازوزيه انا كنت المازوزيه في البنات قبل ما تزيد اختي اميره صح جاوبيني على السؤال اللي طالعني خلاتني نضر شوفي قلت لك ما نحبش يخدلي في دوزه يعني جوسكا اوجوردي يعني كي تجي عندي لداري هذيك تجي عندي تقول لي جبتي ديك الحاجه خربي ما عمليش هنايا انا ضد التخرب والنظمه واحد النهار مالك تزيد عليها واحد النهار واحد النهار لبستي واحد الشوميزي كنت نحبها بزاف كنت نحبها بزاف داك الشوميزي وكنت شاريتها يا ربي عندها واحد دو سيمان سلفيها لي ما تسلفيها لي قلت لها كامل بصح دو سوايع الخزانه غادتني قلت لها نشيها لبستها الصباح قلت لها تنحي ولا تنحي شوفي انا غير نحس بيها نحس بيها انا ما قاش لافاك ندير الفراش هكا نشوف فيديو في شي لبسها لا نرد الخطا لا واحد النهار انا شفت خي جينيروس انا تكون عندي هاد لاتوني عجبتك دوك روح نحي وندير ما نديهاش هي صح ما نديهاش هي هذيك لاشينيز كان زوجيه في الخزانه انا دشنتها